لك جاهز يعني ولا مش جاهز؟ اتفضل. معلش انا بس هوري لحضراتكم حاجه، انا بس عايز اوري لحضراتكم حاجه مهمه جدا جدا عشان تعرفوا الفارق، ان الجهاز الفني المعاون له دور كبير جدا جدا ومهم جدا جدا مع المدير الفني. معلش هتالي بقى فريم فريم كده سمير ده، معلش لا ارجع تاني، ارجع تاني يا سمير. رياض محرز جاب جون في الدقيقه 94 لمنتخب الجزائر، خلاص اللعيبه كلها خارجه من الملعب تحتفل، المفروض يحصل ايه هنا؟ كله بقى الواحد فرحان وفي الدقيقه 94 ومش عارف ايه، كمل بقى الفريمات اللي بعد كده. بص بقى رومانو مساعد جمال بالماضي عمل ايه؟ عشان عارف في القانون، عشان قاعد مركز، عشان قاعد مركز، الناس كلها فرحانه فرحه جنونيه جنونيه، والراجل مركز جدا، مش كمال اتعدد على الدكه، مش محطوط بس عشان ايه هو صاحب فلان ولا صاحب رئيس الاتحاد الجزائري او صاحب نائب رئيس الاتحاد الجزائري، لا، ولا عضو مجلس اداره، لا، احنا بنتكلم على المعايير، هي دي المعايير بقى اللي انا بتكلم فيها. وقصدت ان انا اجيب لحضراتكم اللقطه دي عشان تعرفوا ان لا، في معايير يجب ان يتم وضعها لاختيار المدير الفني والجهاز المعاون له. المدرب رومانو وقف، الفرقه كلها زي ما حضراتكم شايفين خرجت، هات بقى اللقطه اللي بعدها، قال لهم لا ارجعوا تاني، خد اتنين من اللعيبه رجعهم تاني. عارفين رجعهم تاني ليه؟ هات اللقطه اللي بعدها يا سمير اهو، بس اقف هنا بقى. عارفين رجع الاتنين لعيبه دول ليه؟ لان لو الاتنين لعيبه دول كانوا خرجوا بره والمنتخب النيجيري سنتر وحط جون، كانت هيتم احتساب الهدف هدف. عرفتوا بقى ان في جهاز فني بيساعد المدير الفني حتى في ظل هذه الفرحه الجنونيه والتركيز الشديد من مساعد جمال بالماضي؟ هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده اللي احنا بنطلبه. الراجل قال لهم روحوا اقفوا انتوا الاتنين، هي طبعا في فيديو بس احنا ملناش حقوق، فعشان كده جبناها لحضراتكم صور. ففي عز الفرحه وفرحه جنونيه وكذا وكذا، اللعيبه مركزه برضه، سمعت الكلام ورجعت ل نصف ملعب نيجيريا. لكن بقى مش الدكه اللي عليها خناقات مين اللي يقعد ومين اللي ما يقعدش. وبداوا بقى اهو يرجعوا الفرقه لجوه، وواحده واحده والموضوع انتهى وفاز المنتخب الجزائري. هو ده اللي انا عايز اقوله، هي اللقطه دي سبحان الله، سبحان الله اللقطه دي انتشرت النهارده واحنا عاملين الموضوع ده عشان نتكلم فيه. هو ده الفارق، مش واحد حبيبي هعينه مدرب اهو يبقى موجود، ولا عشان مش عارف ايه حصل ايه عملوا ايه حصل كذا، لا، راجل قاعد مركز في عز الفرحه. المنتخب النيجيري لو الاثنين دول طلعوا بره وعمل الباس وحط جون، جون محدش يقدر يتكلم فيه. هذا هو الفارق، وهذه هي المعايير التي نطلبها في اختيارات الجهاز الفني والمدير الفني. مدرب مركز، عارف هو عايز يعمل ايه وعارف هدفه ايه، ومساعد مركز، ولاعيبه او لاعبين بيسمعوا التعليمات.